السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. والنهارده في حلقتنا هقول لكم على فيتامينات ومشاريب ونصايح لزيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام. قبل اي حاجه، عشان احنا بتاعتين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب، شير القناة وشير الفيديو لعقابكم عشان خيركم يستفيد. يلا بينا نبدا الفيديو. الاهتمام بزيادة الوزن بقت حاجه منتشره جدا جدا عند كل البنات وعند كل الشباب اللي بيعانوا من مشكله النحافه، ودايما بسبب المشكله دي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبحثوا او يسالوني انا شخصيا عن مثلا فيتامينات او مشاريب او نصايح تساعدهم على زيادة الوزن بشكل سريع جدا وفي فتره قصيره جدا، وان شاء الله باذن الله. وطبعا يعني كلنا عارفين ان النحافه يعني بتخلينا نحس باحراق شديد جدا بسبب نشرات الناس لنا، وكمان عشان ما بنبقاش مرتاحين في بعض الملابس. وبصراحه عشان ما اضحكش عليكم، انا كنت واحد من الناس اللي كانت بتعاني من مشكله النحافه، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل المجهود اللي انا كنت بعمله، وكمان بفضل المشاريب والنصايح والفيتامينات اللي انا كنت ملتزم بيها، قدرت اعوض كل اللي كان عندي او كل الحاجات اللي كانت ناقصه عندي في فتره قصيره جدا. وزي ما انتم شايفين الحمد لله يعني قدرت احقق نتيجه قياسيه في فتره قصيره جدا. وان شاء الله انتم لو نفذتوا كلامي ونفذتوه بالحرف الواحد، انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم باذن الله ان شاء الله يعني بفضل ربنا ثم بفضل المجهود اللي انتم هتعملوه هتزيدوا في الوزن 2 كيلو في 5 ايام بالظبط. وانا عارف ان كل البنات وكل الشباب او كل الناس عموما بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بموضوع زياده الوزن بحيث ان هم يبقى عندهم صحه او عايشين بقيت عمرهم بصحه كويسه جدا، وكمان عشان يبقى عندهم القدره على الحركه السريعه ويبقى فيهم حيل لكل حاجه هم بيعملوها في يوم، سواء كان مجهود عملي او مجهود رياضي. وعشان نيتكم دي وعلشان كمان انتم حابين انكم توصلوا للهدف اللي انتم عايزينه، فانا ما حبيتش ان اتاخر عليكم بكل المعلومات ولا حتى ادخل عليكم بمعلومه واحده. وان شاء الله فيديو النهارده زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو هعرض عليكم مجموعه فيتامينات ومجموعه مشاريب ومجموعه نصايح باذن الله ان شاء الله هتساعدكم على زياده الوزن 2 كيلو في 5 ايام. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي الفيتامينات دي. يلا بينا. اول حاجه فيتامين د. انا دايما بنصح كل البنات وكل الشباب اذا كانوا بيعانوا من مشكله نقص في فيتامين د في جسمهم، يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعرضوا جسمهم للشمس لمده ربع ساعه وكل يوم. طيب لو انتم ما عندكمش وقت كافي حتى ربع ساعه، يعني مش عارفين تاخدوا وقت ربع ساعه في يومكم علشان تعرضوا نفسكم في الشمس لمده ربع ساعه بالظبط، وانصحكم ان الفتره الصحيه او الفتره الصح من اول الساعة 9 لحد الساعة 12 الظهر. يعني انتم مسموح لكم من اول الساعة 9 الصبح لحد الساعة 12 الظهر، يعني ما بين الفترات او ما بين الساعات دي مسموح لكم انكم تعرضوا جسمكم للشمس في الفترة دي، علشان في الوقت ده الشمس يعني بتبقى صحية، يعني بتفيدكم بتمد جسمكم بفيتامين د بشكل رهيب جدا. وكمان يعني لو انتم ما عندكمش وقت فعلا لانكم تعرضوا نفسكم للشمس لمدة ربع ساعة، هتقدروا تجيبوا شريط حبوب اسمه فيتامين د. الشريط ده هتجيبوه من الصيدلية، وتقريبا هو ما بيكلفش والله اعلم، يعني هو من فترة كان عامل بتاع 4 جنيه او 5 جنيه، او طبعا على حسب يعني كل عملة حسب البلد اللي انتم فيها. بس عموما زي ما قلت لكم كده، نقص فيتامين د في جسمكم ده بيمنع انكم تزيدوا في الوزن، وده برضه بيكون من ضمن الاسباب اللي احيانا بلاقي بعض البنات وبعض الشباب يقولوا لي يا كابتن احنا ليه دايما مهما بناكل مهما يعني بنعمل حاجات كتيره جدا واسناننا مش بيزيد، فايه المشكله؟ فالمشكله الرئيسيه او السبب الرئيسي هو ان جسمكم ما بيحتويش على كميه كافيه او نسبه كافيه من فيتامين د. وزي ما قلت لكم قدامكم حلين علشان جسمكم يستفيد او يمتص الفيتامين اللي هو فيتامين د. اول حاجه هتعرضوا جسمكم للشمس لمده ربع ساعه وكل يوم، وانسب وقت للموضوع ده من الساعه 9 لحد الساعه 12. طيب ولنفترض انكم ما عندكمش وقت اللي هو ربع ساعه في يومكم، هتقدروا تروحوا الصيدليه هتجيبوا شريط حبوب اسمه فيتامين د، هتاخدوا حبايه واحده بس بعد الفطار او بعد الغداء او بعد العشاء حسب يعني الوقت المناسب ليكم. تاني حاجة فيتامين بي 12. لو كنتوا انتم من البنات او الشباب او الرجالة الكبار او السيدات الكبار بتعانوا من نقص من فيتامين بي 12، او احيانا بتشتكوا من عدم زيادة الوزن، اعرفوا ان انتم دايما يعني ايه عندكم نقص فيتامين د، وعندكم نقص كمان في جسمكم من فيتامين بي 12، علشان انتم ما بتمدوش جسمكم بالحاجتين دول. والفيتامينات دول الاثنين دول هما فيتامين د وفيتامين بي بيعتبروا من اهم واكتر الفيتامينات اللي دايما بتساعد على زيادة الوزن بشكل كبير جدا جدا جدا. وكمان حتى لو انتوا كنتوا في فترة ضخامة، فترة بناء عضلات، فترة زيادة الوزن، انصحكم انكم تهتموا بالحاجتين دول. طيب دلوقتي ممكن الاقي سؤال، وهو يعني يا كابتن احنا هنلاقي فيتامين بي 12 عن طريق اكل ايه مثلا؟ انا هقول لكم دلوقتي.
بصوا بالنسبه للاكلات الطبيعيه هتلاقوا فيتامين بي 12 عن طريق اكل اللحوم الحمراء او الفراخ اللي هي التواجن او الصدور الفراخ او الاسماك او البيض او منتجات الحليب او البقوليات. طيب ولا نفترض ان الحاجات اللي انا قلتها دي مش متوفره عندكم، هتضطر برضو تروح الصيدليه هتجيب شريط حبوب اسمه فيتامين ب 12، هتاخده برضو حبايه مره واحده في اليوم، مره بعد الفطار او مره قبل الغداء او مره بعد العشاء، والوقت بيعتمد او بيتحسب على اساس يعني الفتره المتاحه عندكم او الوقت المناسب ليكم. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما قلت لكم على اهم اثنين من الفيتامينات، فيتامين ب 12 فيتامين د، انصحكم انكم تنفذوا كلامي بالحرف الواحد، وان شاء الله باذن الله يعني عايزكم تعرفوا ان الفيتامينات دي بتعتبر مهمه بنسبه 60 او 70%. فيتامين ب 12 فيتامين د، هتجيبوا اي شريط فيهم ولا هتاخدوا حبايه من فيتامين ب 12 وحبايه من فيتامين د، يعني هتجيب شريط من ده او شريط من ده، هتاخدوا حبايه بعد الفطار او بعد الغداء او بعد العشاء. طيب دلوقتي انا عايز اقول لكم ايه هي المشاريب اللي هتساعدكم برضو على سياده الوزن بجانب الفيتامينات اللي انا قلت لكم عليها. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي المشاريب دي، يلا بينا. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا عايزكم تسمعوني وتركزوا معايا وتنفذوا كلامي بالحرف الواحد. دلوقتي ممكن تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا كل حاجه انا بقولها، مفيش اي مشكله خالص، وبرضو لو حبيتوا انكم تعيدوا فيديو من تاني عيدوه برضو مفيش اي مشكله، ودي حاجه لمصلحتكم انتم، تمام. يبقى اول حاجه هتجيبوا الشفشق خلاط على جنب كده، تمام. ركزوا معايا بقى، هتجيبوا كوبايه حليب كبيره بالحجم ده وتفطوه فين؟ في الخلاط. بعد كده هتجيبوا 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الحلو او المر، طبعا ال4 معالق تحطوه على ايه؟ الحليب. بعد كده هتجيبوا 2 معلقة كبار من سبته الفول السوداني، وبعد كده هتجيبوا 2 أو حبتين من الموس هتقطعوها برده وتحطوها على المكونات او الوصفات اللي موجوده في الخلاط، تمام. طبعا هتضربوا بقى كل المكونات دي مع بعضها، وهتشربوا المشروب ده مرتين في اليوم، مره قبل الفطار او قبل الفطار ومره قبل النوم ب10 دقائق. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما عرضت عليكم المشروب الاول، دلوقتي هعرض عليكم المشروب الثاني، تمام. اسمعوني كويس بقى، المشروب الثاني برضو هتجيبوا كوبايه حليب كبيره بالحجم ده وهتحطوا، طبعا كوبايه الحليب هتفتوها في الخلاط، هتحطوا على كوبايه الحليب 5 تمرات أو 10 تمرات بالاضافه لمعلقتين كبار من عسل النحل او العسل الاسود، اي حاجه متوفره عندكم يعني. وبعد كده هتجيبوا 2 من الموز هتقطعوها وتحطوها طبعا في الايه مع المكونات او مع الوصفات في الخلاط، وهتضربوا كل المكونات او كل المواصفات دي مع بعضها، وبرده هتشربوا المشروب ده مرتين في اليوم، مره الصبح قبل الفطار او بعد الفطار، ومره قبل النوم ب10 دقائق. وبعد ما قلت لكم على المشروب الاول والثاني، دلوقتي هقول لكم على المشروب الثالث والاخير. المشروب الثالث برده هتجيبوا كوبايه حليب كبيره بالاضافه ل5 معالق أو 10 معالق من الشوفان، طبعا هتحطوهم في الخلاط بالاضافه كمان ل5 حبات من التمر وحبتين من الموز ومعلقه كبيره من عسل النحل او العسل الاسود. طبيعي طبعا برضو هنضرب المكونات او كل الوصفات دي مع بعضها، وهتشربوا المشروب ده بالسادة علشان هو قوي جدا وهيخليكم توصلوا لنتيجة يعني مبهرة بشكل خرافي في وقت قصير جدا. وبصراحة انا كنت واحد من الناس اللي كانوا دايما بيعملوا المشروب ده، لانه فعلا كان بيساعد على تضخيم العضلات وبناء العضلات وزيادة الوزن في فترة قصيرة بشكل كبير جدا. والمشروب ده هتشربوه 3 مرات في اليوم، مرة قبل الفطار او بعد الفطار، ومرة قبل الغداء او بعد التمرين او قبل التمرين، ومره قبل النوم ب10 دقائق. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما قلت لكم الفيتامينات اللي هتساعدكم على سياده الوزن، وكمان قلت لكم على ال3 مشاريب اللي هتساعدكم على سياده الوزن بجانب الفيتامينات، وان شاء الله باذن الله لو نفذتوا كلامي بالحرف الواحد انا بوعدكم وبتمنى لكم ان وزنكم هيزيد 2 كيلو في 5 ايام بالظبط. ودلوقتي في شويه نصايح برضو هتفيدكم علشان يعني توصلوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا، واعتمدني وعلى ضمانتي مش هتندموا. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي النصايح دي، ومن قبل ما نشوف النصايح احنا بنقول ايه، يلا بينا. النصيحه الاولى، تناول البروتين بكميات كافيه. دايما انا بنصح اي حد سواء كان البنات او الشباب او السيدات الكبار او الرجاله الكبار، وطبعا كلكم على دماغي من فوق، ان كان هدفهم ان هم يزودوا من وزنهم او يبنوا عضلات او يتخموا عضلاتهم، دايما بقول حاولوا على قد ما تقدروا انكم تهتموا وتاكلوا بروتين بشكل كبير جدا جدا. وانتوا هتقدروا تلاقوا مثلا البروتين عن طريق اكل اللحوم الحمراء او التواجن اللي هي الفراخ وخصوصا الصدور اكتر من الوراك، وممكن تلاقوها كمان عن طريق اكل البقوليات، كمان ممكن عن طريق اكل منتجات الالبان وكل الحاجات المصطنعه من الحليب. النصيحه الثانيه، الاهتمام بتناول الكربوهيدرات. طبعا الكربوهيدرات معروفه عالميا ان كان اي حد عايز يسود وزنه او يبني عضلات
لابد ان هو يهتم باكل الكربوهيدرات بشكل كبير جدا، واكتر من البروتينات كمان، لان الكربوهيدرات بتحتوي على سعرات حراريه بكميات كبيره جدا. وكمان يعني بص، وهي بتحتوي على بروتين بس ايه، بنسبه قليله جدا، يعني كل 100 جرام من الكربوهيدرات بتحتوي على 10 جرام من البروتين، تمام كده. والكربوهيدرات دي بتبقى عباره عن الرز او المكرونه او البطاطس او البطاطا الحلوه او الشوفان. بس المكرونه حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتجنبوها شويه، علشان كتر اكل المكرونه احيانا بيقلب بدهون عنيده، وكمان كلنا عارفين ان الدهون العنيده بيصعب التخلص منها بسهوله. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا، شو ما احنا متعبين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على الكومنت تحت وحكوا عليه باقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع معاك على التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك، سبسكرايب، شير القناه وشير فيديو لعقابكم عشان خيركم استفيد. وكمان ما تنسوش انكم تفرغوا مع كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها، واتمنى انكم تدعمونا وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم وعطيتكم ربنا هوصل لحلمي. السلام عليكم. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back.